بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فحياكم الله وبياكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال رحمه الله: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كان من لازم صلاة الجماعة الإمامة، لأن الجماعة يحتاجون إلى إمام يقتدون به، ناسب أن يذكر أحكام الإمامة في باب صلاة الجماعة، ويبين الأولى بالإمامة. فالأولى بالإمامة أولا السلطان، من له سلطة كالإمام الأعظم أو نائب الإمام إذا كان يصلح للإمامة فإنه لا يتقدم عليه، لا يتقدم عليه أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ثم إمام المسجد، إمام المسجد أولى بالإمامة لما سبق من أنه يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، فإمام المسجد مقدم لأن هذا من صلاحياته، ولأنه مولى على هذا العمل من قبل ولي الأمر، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه وأن يسبقه إلى الإمامة. ثم بعد السلطان وبعد الإمام الراتب يأتي عند الاختيار، عندما يحضر عدة أشخاص يصلحون للإمامة، كلهم يصلحوا للإمامة، فإنه ينظر بالمؤهلات، ينظر بالمؤهلات، كان يتزاحم على إمامة مسجد أو إمامة الجماعة أيهم يقدم، فحينئذ ينظر في المؤهلات. ولهذا قال: الأولى بالإمامة الأقرأ، أي الأجود قراءة، الأجود قراءة للقرآن الذي يتقن القراءة ويحسنها على الوجه المطلوب. العالم فقه صلاته، يعني لا يكفي أن يكون يجيد قراءة القرآن، بل لا بد أن يكون عنده من الفقه ما يحتاجه في صلاته. فإذا جمع بين الصفتين جودة القراءة ووجود فقه في صلاته فإنه يقدم على غيره ممن هو دونه. فإذا تساوى الموجودون في هذه في هاتين الصفتين، كلهم أقرأ وكلهم عالم فقه صلاته، فإنه يقدم الأفقه منهم، يعني من عنده زيادة فقه، من عنده زيادة فقه، لأنه يحتاج إلى الفقه في صلاته وفي غيرها. الفقيه له مزية على غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين.
فالفقه له مزية، فمن كان أكثر فقها فإنه يمتاز على غيره ويقدم على غيره بالإمامة عند المزاحمة. فإن كانوا في هذه الصفات الثلاث القراءة والفقه سواء، فإنه يقدم الأسن منهما يعني الأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وليؤمكم أكبركم، أكبركم سنا، ولأن قدم السن فيه زيادة فضيلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فدل على أن قدم السن يفضل به مع التساوي في بقية الصفات المطلوبة. فإذا تساووا في هذه الأمور في القراءة والفقه والسن فإنه يقدم الأشرف نسبا، من كان من أهل البيت، الأشرف يعني من كان من أهل البيت أو من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، قوله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تتقدموها، وذلك لشرف نسبهم وصلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا مستقيمين على الإسلام وكانوا يحملون مؤهلات الإمامة وعندهم زيادة شرف النسب فإنهم يقدمون في هذا للحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها. فإذا استووا في هذه الأمور فإنه يقدم الأقدم هجرة، إذا كانوا من المهاجرين، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، وهي عبادة عظيمة ومزية عظيمة، والله قدم المهاجرين على الأنصار لشرف الهجرة، والهجرة مقرونة مع الجهاد في كتاب الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله، ففضلها عظيم. فإذا كانوا تساووا في الهجرة كلهم مهاجرون، يقدم الأقدم هجرة لمزيته، لأن قدم هجرته يكسبه فضلا على من تأخرت هجرته. فإذا تساووا في هذه الأمور كلها فإنه يقدم الأتقى منهم، الأتقى لله عز وجل، قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقي هو المحافظ على طاعة الله، المتجنب لمحارم الله سبحانه وتعالى. سمي تقيا لأنه اتخذ وقاية بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. فإذا تساوى في هذه الأمور وفي التقوى فلا بد من القرعة، القرعة وهي المساهمة، بأن يكتب اسم كل واحد على رقعة أو على ورقة، ثم تجمع في مكان، في مكان خفي، ثم يخرج منها، فمن خرج اسمه فإنه يكون أحق بالإمامة. والقرعة طريق شرعي، القرعة طريق شرعي لاستخراج الحقوق، قد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر فإنه يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها. نعم. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. هذا تقدم يعني ذكر التنظيم في هذه المميزات. نعم. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. نعم، الحر أولى من العبد، لأن الحر أكمل وأفضل من العبد إذا كان الحر مستقيما على طاعة الله، أما إذا كان فاسقا أو مقصرا والعبد تقي فإنه يقدم التقي.
والحاضر يقدم على الأعرابي. الحاضر يعني ساكن الحاضرة، ساكن الحاضرة يقدم على ساكن البادية، لأن ساكن الحاضرة يكون أفقه في صلاته وأعرف بالأحكام الشرعية من ساكن البادية، لأن سكن البادية فيها جفا وجهل، فساكن الحاضرة يقدم في الإمامة على البدوي. والمقيم يقدم على المسافر، إذا اجتمع اثنان، واحد مقيم وواحد مسافر، فإنه يقدم المقيم في الإمامة. نعم. وبصير يقدم على الأعمى، لأن البصير يهتدي إلى القبلة ويرى النجاسة لو وقعت عليه أو في ثوبه أو في يتخلى عنها ويزيلها، بخلاف الأعمى فإنه قد لا يدري هذه الأمور، قد لا يدرك جهة القبلة. إمامة الأعمى صحيحة، قد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم يصلي بالناس، ولكن إذا كان هناك بصير فهو أولى منه، لأنه أتقن للإمامة. والمسألة مسألة مفاضلة لا مسألة جواز وعدم جواز. نعم. المختون هو مقطوع القلفة التي على الحشفة، وهذا سنة من سنن الأنبياء، من خصال الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وفيها طهارة وفيها نظافة. الختان فيه مصالح، أولى من الأقلف، لأن الأقلف أولا فيه مخالفة للسنة، وثانيا أنه يكون في تحت القلفة شيء من الأوساخ والنجاسات، فالمختون أكمل منه. ومن له ثياب يصلي بها أولى من من ليس له ثياب، فالذي عنده ما يستر به عورته يكون أولى بالإمامة من الذي ليس عنده ما يستر به عورته. نعم. ولا تصح خلف فاسق ككافر، هذا بيان لمن لا تصح إمامته. قال لا تصح خلف فاسق، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويراد به عند أهل السنة والجماعة المرتكب لمعصية دون الكفر، فهذا هو الفاسق المرتكب لمعصية دون الكفر، هذا يسمى فاسقا، ويسمى مؤمنا ناقص الإيمان، وهو مسلم لكنه يعتبر ناقص الإيمان. هذا لا تصح الصلاة خلفه على ما ذكره هنا، لأن الإمامة أمانة، وهو لا يؤتمن على الصلاة، ولأن الإمام قدوة، فإذا كان الإمام فاسقا ظاهر الفسق أصبح قدوة سيئة للمأمومين، وربما يحتج به من يميل إلى المعاصي. والفاسق على قسمين كما ذكر أهل العلم، فسق في الاعتقاد كاعتقادات الجهمية والمعتزلة ونفاة الصفات وأصحاب المقالات التي لا تصل إلى حد الكفر، وفسق عملي، هذا فسق اعتقادي، والثاني فسق عملي كشارب الخمر والمرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وغير ذلك، هذا يسمى فاسقا فسقا عمليا. وهو هنا يقول لا تصح الصلاة خلفه مطلقا، سواء كان فسقا اعتقاديا أو فسقا عمليا. والقول الثاني أنها تصح خلف المسلم،
ولو كان فاسقا، لأن من صحت صلاته صحت إمامته، هذا هو الأصل. قال ككافر، أي كما لا تصح الصلاة خلف الكافر، لأن الكافر لا تصح منه العبادات ولو صلى ولو فعل ما فعل من الطاعات، فإنها غير مقبولة وغير صحيحة لأنها صادرة من كافر. قد قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني الكفار، فجعلناه هباء منثورا. وهذا بالإجماع أنها لا تصح الصلاة خلف من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، كالذي يدعو غير الله، يستغيث بالقبور والأضرحة، وينذر للأموات، أو غير ذلك من أنواع الردة. فهذا لا تصح صلاته ولا تصح إمامته بالناس، ومن صلى خلفه فصلاته غير صحيحة. نعم. قال: ولا امرأة وخنثى للرجال. ولا تصح الصلاة خلف امرأة للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا. فلا تصح إمامة المرأة للرجل فأكثر من الرجال، لأن الإمامة من صلاحيات الرجال ومن صفات الرجال بالرجال. أما النساء فيجوز للمرأة أن تؤم النساء وأن يصلين جماعة، ولكن الأفضل أن تقف إمامة النساء في صفهن، هذا هو الأفضل. ولا خنثى، الخنثى هو المشتبه أمره، لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، هذا يغلب عليه جانب الأنوثة، فلا يصح أن يؤم الرجال لأنه يخشى أن يكون أنثى، والأنثى لا يصح أن تؤم الرجال، فيغلب احتمال الأنوثة في حق الخنثى. نعم. ولا صبي لبالغ. ولا تصح إمامة صبي وهو من دون البلوغ لبالغ، هكذا أطلق المؤلف رحمه الله. والعلماء يفصلون بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة. صلاة النافلة يصح للصبي أن يؤم فيها، بخلاف صلاة الفريضة فلا يصح للصبي أن يؤم البالغين. والصحيح أنها تصح إمامة الصبي المميز مطلقا، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان الصبي يتصف بهذه الصفة فإنه يحق له الإمامة. وأيضا عمرو بن سلمة رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: وليؤمكم أقرأكم كتاب الله، فبحثوا فلم يجدوا أقرأ من هذا الصبي لكتاب الله، فقدموه في صلاتهم، فدل على صحة إمامة الصبي في الفريضة وفي النافلة، والحمد لله. الحمد لله. نعم. وقال لبالغ، يعني فتصح صلاة الصبي بالصبيان لكنها لا تصح للبالغ. نعم. متى يكون الصبي مميزا يا شيخ؟ الغالب أنه لسبع سنين. نعم. ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام. ولا تصح إمامة الأخرس وهو الذي لا يستطيع النطق، لأن الصلاة تحتاج إلى قراءة، والأخرس لا يستطيع القراءة فيفقد ركنا من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة. ولا تصح إمامة عاجز عن ركن من أركان الصلاة، عن ركوع، عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام،
تصح إمامته بمن هو في حالة مثل حالته، أما إمامته للصحيح فإنها لا تصح لأنه فاقد لركن من أركان الصلاة. هو معذور في ذلك وصلاته صحيحة، لكن لا يجوز أن يكون إماما للأصحاء إلا إمام الحي المرجو زوال علته. فإمام الحي الإمام الراتب إذا كان سليما ثم طرأ عليه عجز عارض عن القيام أو عن الركوع أو عن السجود، وصار يسجد ويركع بالإيماء، فإنه إذا كان يرجى زوال علته وهذا العارض يرجى أن يزول، فإنه يجوز أن يؤم الأصحاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس وجحشت قدمه، يعني تأثرت قدمه عليه الصلاة والسلام، صلى يصلي في بيته وزاره من زاره من الصحابة أرادوا أن يصلوا خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فصلوا خلفه قعودا. وكذلك في حالة مرضه صلى الله عليه وسلم، مرض الموت، خرج وأبو بكر يصلي بالناس، فجلس عن يسار أبي بكر وجعل أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يقتدون بصلاة أبي بكر، فصار الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصار أبو بكر إلى جنبه مبلغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلوا خلفه قياما. في الحالة الأولى صلوا خلفه جلوسا بأمره صلى الله عليه وسلم، وهنا صلوا خلفه قياما في الحالة الأخيرة. فما الجمع بين الحالتين؟ جمع الإمام أحمد رحمه الله بأن الإمام إذا بدأ الصلاة وهو جالس فإنهم يصلون خلفه جلوسا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة الأولى، وإن بدأ الصلاة قائما ثم عرض له عارض في أثناء الصلاة ولم يستطع القيام فإنه يصلي جالسا وهم يصلون خلفه قياما كما فعل أبو بكر والمسلمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا بكر بدأ بهم الصلاة قائما فيتمون قياما. نعم، هذا إذا كان يرجى زوال علته. أما إذا كان لا يرجى زوال علته فإنه يتقدم للإمامة غيره من الأصحاء. نعم. قال رحمه الله: إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. نعم، هذا الذي ذكرناه. وتصح خلف من به سلس البول بمثله. الذي به سلس البول وهو نزول البول دائما بصفة مستمرة لا يرقى بوله، هذا يسمى مصابا بالسلس، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من البول ومن الغائط مع الاستطاعة. أما من أصيب فصار لا يمسك البول فإن هذه حالة خاصة، يصلي تجب عليه الصلاة على حسب حاله، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فيستنجي عندما يريد الصلاة يستنجي ويضع حافظا على ذكره ثم يتوضأ ويصلي في الحال ولو نزل البول في أثناء الصلاة، صلاته صحيحة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فصلاته في نفسه صحيحة، وصلاته بمن هو مثله في هذه الحالة أيضا صحيحة. أما صلاته بالأصحاء فإنها لا تصح لأنه فاقد لشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة.
لكنه معذور في ذلك لعدم استطاعته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. ولا تصح الصلاة خلف إمام محدث لم يتوضأ، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. اشترط لصحة الصلاة الطهارة من الحدث مع القدرة على ذلك. فمن صلى وهو محدث ولم يتوضأ فصلاته غير صحيحة وباطلة. ولا تصح صلاة من خلفه، إذا كان صلى بالناس فصلاته وصلاة من خلفه باطلة، لأن بطلان صلاة الإمام يلزم عليه بطلان صلاة المأموم في هذه الحالة. ولا متنجس، أي لا تصح إمامة متنجس، وهو من أصابته نجاسة في ثوبه أو في بدنه ولم يغسلها، وهو يقدر على غسلها وإزالتها ويعلم بذلك، يعني يعلم أنه محدث الحالة الأولى، ويعلم أنه متنجس وعنده ما يمكن أن يزيل الحدث ويزيل النجاسة، ولكنه ترك ذلك متعمدا، فهذا صلاته باطلة لأنها مخالفة لما أمر الله تعالى به، فهي صلاة غير مشروعة. أما إذا كان يجهل أنه محدث، دخل في الصلاة يظن أنه على وضوء، أو دخل في الصلاة ولم يعلم بوجود النجاسة، والمأموم كذلك لم يعلم بذلك، لم يعلم أنه محدث وأنه متنجس حتى انقضت الصلاة، كل من الإمام والمأموم لا يعلمان بهذه الحالة، حالة الحدث من الإمام وحالة النجاسة حتى انقضت الصلاة. ففي هذه الحالة تصح الصلاة للمأمومين، وأما الإمام فيجب عليه الإعادة، لما جاء في الحديث أن الرجل إذا صلى بالناس أو على غير طهارة صحت للقوم صلاتهم، لزمه أن يعيد الصلاة وصحت للقوم صلاتهم، أو ما جاء بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم معذورون. نعم. ولأن عمر رضي الله عنه صلى بالناس، فلما أصبح وجد على ثوبه أثر جنابة، يعني احتلام بالليل، فأعاد الصلاة ولم يأمر الصحابة بإعادة الصلاة. نعم. قال رحمه الله: فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. حتى انقضت، هذا عرفنا، لكن لو علم في أثناء الصلاة، لو علم في أثناء الصلاة أنه محدث، أو علم أن عليه نجاسة ولا يمكنه التخلص منها، فإنها تبطل صلاة الإمام والمأمومين، ويستأنفونها من جديد بعدما يتطهر الإمام أو يخلف من يصلي بهم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا الكرام، كان هذا ما سمح به وقت لقاء هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من بيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.